جمع علمه. فالمقصود أن طالب العلم يتلقى العلم ويسأل ويستفيد ويحترم طالب العلم. وإيانا يا إخواني قد في الناس بعض مجالس أبنائنا فلانا عالم واخطأ فلانا كذا، لا، إذا كنت تريد الخطأ اتصل بهم هاتفيا شخصيا ناقشه، فلعل له عدوان تلوم ولعل ما نقل خطأ وكذب. ينبغي لنا أن نهتم بعيوب الناس، ينبغي أن نهتم بعيوبنا وأنفسنا، نسأل الله السلامة والعافية. وتوجيهكم يا شيخنا، وهذا حقيقة موضوع نحتاج أن نكرره دائما إلى طلبة العلم في قضية أحيانا يعني تصنيف بعض الناس وتصنيف طلبة العلم والمشايخ. والله يا شيخ هذه أهلكة الناس، تصنيف الناس. أن منهجنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من سار عليه المحق ومن خالف المبطل. أما أنت قد نقص أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، نخشى أن نكون من قال الله فيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء.